والشيء الجميل في هذه في هذا المؤلف انه يعني اعتمد على عده لغات، يعني بالاضافه الى اللغات العربيه والفرنسيه، فهي في الجزائر في القرن السادس عشر متزامنين معهم، يعني حتى في من نرجعوا للوثائق الاجنبيه كذلك نصبوا استطاع ان يؤلف لنا هذا المؤلف الذي يعتبر نقلة نوعية في الكتابة التاريخية والمغرافية المحلية، كذلك يعتبر إضافة نوعية للمكتبة الوطنية الجزائرية. بالنسبة للكتاب في الواقع القصة ترجع إلى سنة 2013، يعني راها في 11 سنة. كنت درت بحث فيما يخص الموضوع تاع التسمية تاع معسكر، تسمية يعني أجنبية، هذا هو قرا أنا كتبت به، هذه التسمية تاع معسكرة دائما قلقتني. المهم السنة الماضية رأيت أو التقيت من الضروري إعادة النظر في هذا الموضوع وإعادة كتابته، مما نتج عن ذلك يعني هذان المؤلفان مفلوق حول نفس الموضوع، لكن واحد باللغة الوطنية والآخر باللغة الفرنسية. على لأن بالنسبة لي الموضوع تاع التسمية بصفة عامة كما بالنسبة للفرد بالنسبة للعائلة يعني عنده أهمية كبيرة وكبيرة جدا، من اسم المدينة عمره ما يكون حيالي، يعمل معاه يحمل معاه يعني معاني وعبر الى غير ذلك. حاولت يعني بنقدم معلومات موثوقه بناء على وثائق موثوقه بعده لغات لتكمل المعلومات نتاعها بعضها بعض، وهنا على سبيل المثال يعني كانت استعملت 13 لغه باه نالف هذا الكتاب اللي تمكنت به ان يكون في نسختين، نسخه عربيه ونسخه بالفرنسيه، طبعا في خرائط في وثائق اللي على كل امر اللي نقدمه يعني يكون دليل معه، يعني هذا باختصار حول ما يخص هذا الموضوع. نشير الحاجه برك اللي وهي ان الاسم الاصلي الاول اللي ظهر في الوثائق العربيه على التسميه تاع معسكر اسم معسكر ظهر بآلة التعريف الف لام، يعني لليف او كلمه اصليه المعسكر، هذا مع الاشاره الى ان هذا الاسم الاصلي المعسكر الذي تحول من بعد الى معسكر اللي هو الاسم الحالي الرسمي ظهر في القرن الرابع لصاحبه ابن حوق. يعتبر هذا المؤلف يعني فائدة وإضافة نوعية في المكتبة الوطنية، حيث أن الكاتب استطاع أن يجمع يعني حجما هائلا من المعلومات التاريخية القيمة التي توصل لعراقة وأصالة وتاريخ حاضرة أم العساكر أو الفضاء الرشيد. شيء مهم يقوم به الأستاذ مختار بقاسم حجيل، وندعو إليه على أن يكون في الدراسات التاريخية الجزائرية المعاصرة، وهو ضرورة الاهتمام بالتاريخ المحلي وكتابة التاريخ المحلي، لأن التاريخ العام أو التاريخ الوطني لا يمكن أن يكتب أو يبنى إلا من خلال التواريخ المحلية وهي التواريخ الفعلية. وشيء مهم أنا أدعو إليه بصفة منهجية وعلمية قوية، وهي ضرورة كتابة التراث الشفهي الغير مكتوب، وبالتالي لابد من كتابته لكي نتعرف على هويتنا التاريخية أكثر، ولكي نستطيع بطبيعة الحال أن نفهم أنفسنا ونفهم أيضا وضعنا في التاريخ.